المبادرة هي كانت فكرة فيسبوكية على أننا نحاول أننا نحقق اكتفاءنا الذاتي من الكمامات ونحاول نساعد الناس اللي ما يمكن لها تقتني الكمامة، وكيف ما كنعرفوا الضعف ديال اللي كان كاين وديال عدم توفر الكمامات، حاولنا على أننا نقوم بواحد المبادرة تطوعية في مدينة العيون من أجل يعني توفير الكمامات للمواطنين والناس اللي هي في احتكاك مباشر مع المواطن. المبادرة بدأت في واحد المكان صغير فيه ماكينة واحدة، من بعد منين شفنا المبادرة ناجحة وهذه قمنا بتوسيعها، قاموا السلطات بزيارتنا وشجعوا الفكرة مشكورين الله يجازيهم، ومن بعد وسعنا المعايير. احنا هو ثوب اللي تشتغل به الآن جميع تقريبا المصانع هو الكواتشو، هو اللي كنخدموا احنا به، الفرق فقط هو في الآلات، يعني على أن المعامل الكبرى عندها آلات حديثة وإحنا كنستخدموا آلات الخياطة يعني اللي هي متواجدة. إحنا النقطة الأخرى اللي عندنا على أننا كل كمامة كتكون يعني في أمبالاج واحد، يعني ما كيكونوش بزاف ديال الكمامات باش ما يتم بنادم يمسها بيدو، يعني كل كمامة كتكون أمبالية بوحدها. كذلك الآن إحنا خدامين على أنواع أخرى من الكمامات، من بينها هذا النوع اللي هو خاص بالناس يعني اللي ذوي الإعاقة باش من أجل أنهم اللي ما عندهمش النطق يعني باش يتواصلوا عن طريق الحركات، هو في هذا المكان اللي هو شفاف، يعني كنحاولوا قدر المستطاع بالتعاون مع المتطوعين والإخوة في أننا نقدموا نماذج مبدعة. السلام عليكم، أنا أحلام من مدينة العيون، أصل على دبلوم ديال الخياطة. كان نوض الصباح تنجي كنعقم يديا وتنجي لهاد البلاصة اللي فيها الشباب والشابات المتطوعين، وكيدوز كلشي نقي كلشي مزيان، وكنشكروا كاع الناس اللي ساهموا في هاد الشيء وشكرا. دابا الحمد لله كنخدموا الكمامات بالسرجي، والحمد لله احنا كمغاربة كنمتازوا بهذا التفاعل ديالنا الحمد لله، بروح المواطنة ديالنا الحمد لله شكر الله. كنحاولوا نوجدوا الساكنة ديال العيون هذه الكمامات بفضل برئاسة سي مصطفى السركي اللي فتح لنا هذه الورشة هذه، الحمد لله كنخدموا بعضياتنا كاملين، الأمور غتكون مزيانة إن شاء الله، وكنتمنوا غير المواطنين يلتزموا البيوت ديالهم الله يجزيهم بخير.